السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في قناة مستر تك. أولا وقبل كل شيء بحب أشكر متابعي ومحبي القناة، كل الشكر لمحبي ومتابعي القناة، قناتكم قناة مستر تك، وبحبكم ودعمكم نستمر نفيد ونستفيد ونتعلم من بعض. طبعا كلنا عرفنا بالتحديث الجديد اللي حصل لراوتر 6 الجديد، واللي اتلغى فيه خاصية تحديد السرعة، وطبعا بيتم البحث من خلالنا على حل المشكلة بأكتر من طريقة، وهيتم الإعلان عنها إن شاء الله فور الانتهاء منها. ولكن لحين إيجاد حل المشكلة لازم يكون فيه حلول بديلة. طبعا احنا ذكرنا قبل كده الباك اب، وهو نسخة احتياطية بناخدها من الراوتر، وفي بعض من الناس طلب مننا نسخة احتياطية للراوتر طبعا قبل ما يحصل له المشكلة ديت، وبعتنا النسخة الاحتياطية لأكتر من شخص، وحاليا هما بيجربوها ومستنيين رده. ولكن طبعا مش هو ده الحل الجذري للموضوع. الحل الجذري للراوتر ده إن هو يرجع لإعداداته الأصلية، لإعدادات الشركة الأصلية، ولكن مش شركة وي، لأ شركة زكسل. لو الراوتر ده رجع لإعدادات زكسل الأصلية، في الحالة دي شركة وي مش هتقدر تتحكم فيه نهائي، وحاليًا جاري البحث على سوفت أو تحديث للجهاز بحيث يرجع لإعداداته الأصلية، إعدادات شركة زكسل. ولكن النهاردة إن شاء الله إحنا هنشرح أكتر من طريقة لتحديد السرعة. بس طبعا قبل اي حاجه ما تنساش تضغط لايك، ولو لسه ما اشتركتش في الصفحه اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناه مستر تك. اول طريقه طبعا هي طريقه راوتر شيف، وراوتر شيف ده برنامج احنا اتكلمنا عنه قبل كده، وعرفنا اللي هو عن طريقه تقدر تخش على اي راوتر وتعمل اعداداته كامله، ومنها طبعا اعدادات تحديد السرعه. تاني حاجه بقى وهي في الراوتر نفسه، بنفتح طبعا صفحة الراوتر بالطريقة اللي كلنا عارفينها عن طريق جوجل كروم، وبنكتب فوق في العنوان 192.168.1.1، وبنضغط انتر. بيظهر لنا اليوزر نيم والباسورد، بنكتب في اليوزر نيم كلمة ادمن بحروف كلها سمول، وفي الباسورد بنكتب الباسورد اللي على ظهر الراوتر، وبنضغط على لوج ان. اول طريقة وهي طريقة البرود باند، بنضغط على الاعدادات نتورك سيتنج وبرود باند، وبعد كده بتدخل على ادفانسد. هنا في الخيارات عندك ADSL2 وADSL2 Plus وVDSL2، وكل واحدة من دول ليهم سرعة، بتقدر تجرب ما بين التلاتة دول وبتشوف أنهي منهم مناسب لخطك. طب إزاي تجرب وإزاي تعرف أنهي منهم مناسب لخطك؟ في الأول بتفصل VDSL والADSL2 Plus وتجرب الأول على ADSL2، لو الخط قام معاك كويس يعني الADSL ثبتت والإنترنت نورت، بتجرب الخدمة، لقيت الخدمة شغالة معاك كويس يبقى هو مناسب للـ ADSL2. لو ما قامش معاك كويس في الحالة دي هتشغل ADSL2 Plus وتجرب. وطبعا بعد كل مرة لازم تقيس السرعة وتشوف هل مناسبة ليك ولا لا. وطبعا كل مرة لازم تضغط على Apply. دي كده أول طريقة. تاني طريقة وهي طريقة الكيوز. بندخل على النيتورك سيتنج وبعد كده كيوز، هنا بنفعل الكيوز. طبعا هنا تقدر تكتب الابلود اللي انت عايزه، تقدر هنا تكتب الداونلود اللي انت عايزه. فمثلا في الابلود هنكتب وليكن 512، وفي الداونلود هتكتب وليكن 5 ميجا. عايز تكتب 10 ميجا مفيش مشكلة، 1 ميجا مفيش مشكلة، وكذلك الأبلود عايز تقلل عن كده أو تزود مفيش مشكلة. اكتب السرعة اللي أنت عايزها وبعد كده بتضغط على أبلود،
وبكده نكون عرفنا 3 طرق لتحديد السرعة، وهي أول واحدة باستخدام راوتر شيف، وتاني واحدة باستخدام البورد باند، وتالت واحدة باستخدام الكيو. طبعا جاري البحث هندخل سوفتور الراوتر، وأول ما هنلاقيها إن شاء الله هنعلن عنها ونعمل فيديو بطريقة إعدادها. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. طبعا لو عجب حضرتك الحلقة ما تنساش تضغط لايك، ولو لسه ما اشتركتش في الصفحة اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. وأي سؤال سيبهولي في التعليقات، سواء في صفحتنا هنا على اليوتيوب صفحة مستر تك، أو في صفحة وي سبورت ام على الفيسبوك. وشكرا على حسن متابعتكم.